وللحديث عن استمرار ارتكاب النظام السوري انتهاكات وجرائم حرب ضد السوريين والإصرار على التمسك بالحكم، معنا من باريس الكاتب الصحفي والسوري فراس علاوي. أهلا ومرحبا بك. مساء الخير، تحية لك وتحية للسادة المشاهدين. أهلا بك أستاذ فراس. بعد أكثر من 11 عاما على الثورة السورية، لماذا يصر النظام السوري على الاستمرار بذات المنهجية ضد السوريين؟ ولماذا لم يلمس السوريون أي تغيير في هذا النظام؟ بداية دعنا نعود إلى الوراء، إلى كيف نشأ هذا النظام، ومن ثم سندرك ونعلم ما هي الأسباب التي تؤدي إلى تمسك النظام بالسلطة بكلتا يديه. بداية هذا النظام هو نظام قمعي سلطوي مافيوي استبدادي، جاء بانقلاب عسكري على السلطة التي كانت موجودة نتيجة مؤامرات ما بين القوى العسكرية والسياسية التي كانت موجودة حينها. بعد استلام الحكم، وهو حكم الأسد الأب لسوريا، عمل على سيطرة على المجتمع السوري من أجل البقاء لفترة طويلة الأمد. تنقلت هذه السلطة عبر عدة محاور. بداية كان هناك اعتماد على ما يسمى الجيش الذي تحول إلى تسمية الجيش العقائدي المؤيد للسلطة، ومن ثم والحزب أيضا، ومن ثم إلى الدائرة الضيقة، وبدأت الدائرة السلطة تضيق حتى تركزت بعائلة الأسد. سميت في فترة ما سوريا، أو أطلق عليها تزلفا للسلطة بسوريا الأسد. هذه السلطة تعتقد بأن هذا البلد هو مزرعة لها وملكها، لذلك هي تتصرف من هذا المنطلق. حافظ الأسد عندما سيطر على السلطة في سوريا حاول يمسك بجميع خيوط اللعبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بيديه، لذلك هو عمل على السيطرة على اقتصاد البلاد، وهو ما ذكر في تقريركم بما يسمى نهب الثروات التي تمتلكها سوريا، وسوريا من البلدان التي تمتلك ثروات متنوعة وهي تتميز بذلك في محيطها الإقليمي وحتى الدولي. توريد السلطة إلى بشار الأسد يعني بتحويل هذه الجمهورية، إذا سلمنا قررا بأن كان لها شكل جمهوري، إلى ما يسمى الملكية الجمهورية، وبالتالي بشار الأسد يحاول الحفاظ على هذه السلطة وكأنها ملك له، نتيجة ما ورث يعني خلال عقود من الزمن بأذهان السلطة والدائرة الضيقة بأن هذا البلد هو ملك لهم. تفضل. في هذا الإطار، يعني إلى أي مدى اقتربت مجلة إيكونومست البريطانية من الحقيقة بأن الأسد أصبح كزعيم مافيا يعمل على تدمير سوريا؟ تماما، كما ذكرت لك، تحولت السلطة إلى سلطة العائلة، ونحن نعلم أن المافيات بشكل عام تحكمها العوائل وتتوارث العوائل. جميع المافيات في دول العالم تحكمها عوائل، وهو ما تم. يعني هم أمسكوا بثلاث أشياء أساسية: القوة العسكرية والتي حولت الجيش إلى عبارة عن ميليشيات داعمة له، المال والذي يتم نتيجة سرقة البنى الاقتصادية في سوريا، وخاصة النفط السوري الذي لم يرى منه الشعب السوري منذ بداية استخراج النفط بداية الثمانينات وحتى وقتنا الحالي لم يرى أي انعكاس لهذا النفط على الحياة الاقتصادية السورية. وأيضا يملك السلطة، إذا السلطة والقوة والاقتصاد وهي ثلاثي السيطرة يملكه، وبالتالي هو فعلا تحول من سلطة استبدادية إلى سلطة مافيوية تحكم بقرارات تشبه قرارات المافيا. تتوزع أيضا اختصاصات التسلط ومحاولة السيطرة على المجتمع السوري، أيضا كما تتوزعه عائلات المافيا. طيب، مجلة إيكونومست تقول أن الأسد كان من أكثر الحكام الذين نهبوا بلدانهم، كيف لعب الأسد والدائرة الضيقة منه هذا الدور في نهب البلاد؟ وكيف ساهم نظام المال العالمي بتسهيل تهريب هذه الأموال خارج سوريا؟ تماما، منذ بداية سيطرته على السلطة أدرك حافظ الأسد حينها بأن عندما يمسك الاقتصاد بيده فهو يستطيع أن يسيطر على المجتمع، ومن بداية سيطرته على السلطة بدأ بربط الخيوط الاقتصادية عن طريق بناء شراكات اقتصادية مع شخصيات جديدة. هو أقصى رجال الاقتصاد السوريين ورجال الأعمال الوطنيين، وقضى على الطبقة البرجوازية الوطنية التي كانت تحكم في سوريا وكانت موجودة في سوريا، وأيضا ساهم إما بالسيطرة على رؤوس الأموال التي كانت موجودة أو نهبها، وبالتالي أنشأ طبقة
اقتصادية جديدة يتحكم بها ويسيطر عليها، وهي ذات منافع متبادلة، وأساسا هي من ضمن العائلة. أما كيف تم النظام العالمي، فنحن نعلم بأن البنوك بشكل عام والاقتصاد العالمي يستقبل رؤوس الأموال من أجل منافع اقتصادية أكثر منها. يعني الدول ليست جمعيات خيرية تنظر إلى الشعوب، وإنما تنظر إلى مصالح. هذا أولا. ثانيا أستاذ فراس، لكن السؤال الأهم أن هناك عقوبات أمريكية، إذن لماذا لم تنجح هذه العقوبات في التضييق على الأسد ونظامه؟ ما الذي ساعد الأسد في صموده ذلك؟ تماما، هو ما كنت سأريد أقوله. عبر سنوات سيطرتهم على الحكم تعلمت هذه الطبقة المحيطة أساليب كثيرة من عمليات تبييض الأموال وتهريبها وكيفية التحايل على العقوبات. نحن نعلم بأن سوريا منذ الثمانينات تخضع لبرامج عقوبات دولية وأمريكية، وبالتالي هم لديهم أساليب في التملص والتهرب من تلك العقوبات. وأيضا هناك شبكات، بنوا شبكات مافياوية وشبكات اقتصادية تساعدهم، سواء كان في لبنان، العراق، الدول الأوروبية، في روسيا. أيضا العقوبات الأمريكية نحن كما نعلم هناك نوع من الاختراق لها نتيجة ضعف هذا نظام التطبيق وضعف هذه القرارات. حتى القانون الأكثر الذي يعتبر هو الأشد على سوريا منذ بداية العقوبات، هناك يعني يستطيع النظام أو استطاع النظام التحايل عليه. وأيضا هناك استباق كل ما يجري من نقل الأموال إلى الخارج، ومن وجود رجال أعمال سوريين يعملون على غسيل هذه الأموال. هناك أساليب كثيرة للتحايل تتبعها الصفة في سوريا من أجل أن العرف من أو بالأحرى التحايل على العقوبات التي تفرض عليها. أمام هذا التدمير الممنهج هنالك تساؤل، لماذا لم يحسم النظام ملف المعتقلين حتى الآن؟ في عفوه الأخير تؤكد تقارير أنه لم يخرج سوى 500 معتقل. ملف المعتقلين بداية هو ليس ملف جديد، ولم يبدأ عام 2011، منذ منتصف الستينات وبداية السبعينات وصول حضرة الأسد للحكم. هناك يعني الاعتقال على الرأي والاعتقال السياسي والخطف، وحتى يعني القتل تحت التعذيب كان موجود. وأيضا يعني معروفة هناك سجون كانت يعني تشكل رعب للسوريين في الصيدنايا وتدمر وجميع العيارات التي حصلت فيها. ملف المعتقلين هو ملف يمسك ببشار الأسد كأحد أدوات الضغط على المجتمع الدولي، وأيضا أحد ملفات المساومة مع المجتمع الدولي. نحن نعلم بأنه مؤخرا أطلق سراح بعض المعتقلين، وهم يعني إذا حسبناهم بالنسبة نسبة لا تذكر من عدد المعتقلين، سواء كان من بداية وصول حضرة الأسد للسلطة أو حتى، لأنه هناك معتقلين منذ السبعينات حتى الآن في السجون ولا يعرف مصيرهم. هناك تغييب واضح وتغييب قسري كبير للسوريين. أما بعد 2011 فكانت الأعداد يعني أعداد كبرى، حتى اللحظة لا توجد داتا لحصر أعداد هؤلاء، هم بمئات الآلاف يعني معتقلين. ولكن يريد بشار الأسد المساك بورقة المعتقلين من أجل المفاوضة عليها وكسب بعض النقاط. وكما ذكرت لك بيرسون عندما أطلق النقطة خطوة مقابل خطوة من أجل التفاوض مع نظام الأسد، أطلق نظام الأسد بعض المعتقلين ليعتبرها خطوة يبتز بها المجتمع الدولي ويبتز بها المعارضة السورية أيضا، ويحقق نقاط تعتبر في نظره إيجابية لهم في المفاوضات مع المجتمع الدولي. الكاتب والصحفي السوري فراس علاوي كنت معنا في بانوراما الرافدين عبر الهاتف من باريس. شكرا جزيلا لك على انضمامك إلينا.